شكلت عملية نقل سوق القهات الكائن بوسط ديس المكلة مشكلة أخرى للمواطنين القاطنين بوحدات منطقة الغويزي المدخل الشرقي للمدينة وذلك لما يترتب على أسواق هذه الآفة الخبيثة من أضرار على المجتمع المحيط بها ما جعلهم يرفعون بمذكرة للسلطة المحلية يطالبون بإخراج هذا السوق من منطقتهم المزيد في هذا التقرير آفة خبيثة استهوت عقول الشباب حتى صاروا مدمنين لها، واستهوتها السلطه المحليه بالمحافظه نظير ما تتحصل عليه من عائدات الضرائب لدخول هذه النبته الخبيثه ما جعلها في حرج معهم بسبب اسواق بيع هذه الافه المدمره داخل المدن. سوق القات بديس المكلى الذي تم نقله مؤخرا الى منطقه الغويزي وبالتحديد بين وحدات شرق الغويزي والعلم وشعب الهاشمي بعد الحمله الامنيه التي نفذتها السلطات العسكريه والامنيه في المحافظه واغلاق السوق الذي كان بجوار مركز الامن بديس المكلا وبمحاذاه احد مشافي المدينه وهي خطوه اثارت استهجان ساكني تلك الوحدات المنقول لها السوق مؤخرا تحويل سوق الغات افه يعني قدره حولت من العين اليسرى الى العين اليمنى كنا نعاني منها في امام البري الشارع العام ومن خلالها تقطعت الطرق وانتشار المتسولين وانتشار الباعة المتجولين في كل زغط في كل مطراق في حي الديس ولكن تحويل هذه الآفة إلى يعني شرق الغويزي ما بين وحدة وحدة شرق الغويزي ووحدة العلم صراحة يعني اثر اثر في نفوسنا اولا قبل الضرر بالنتائج هذه الافه الخطيره مقابل هذه المدرسة ومساكن المواطنين وعلى الشارع العام نقل سوق القات هذا وستنتقل معه كل المظاهر السيئة بحسب المواطنين ومن أبرزها السرقات وإقلاق السكينة العامة وانتشار المظاهر المخلة بالذوق والأدب العام وابرزها بيع النساء الافريقيات لهذه النبته وكثره تردد ابناء الشمال والمهمشين ومن لف لفهم على هذه الاسواق القذره. اضرار كبيره، اضرار لاولادنا، لنساءنا معنا بنات يدرسون في المدارس العبقريه يعني يمرون الصباح يمشون مساكين يعني ما عندهم قدره على تحمل المواصلات يسيرون من بيوتهم هنا الى المدارس العبقريه. فيمرون على السوق ويشوفون العالم والجاي جاي والرايح رايح والنساء عن بايعات القات يعني مناظر حقيقه مش يعني مؤذيه ويشمئز من أهل الانسان. ان سنتين نطالب انه المواصلات ترجع لما حافه العلم انه تطول من عندنا من الغوازي لما حافه العلم عشان توصل الناس، سنتين كامله نطالب ما حد استجاب نطالبنا، في يوم وليله يوم حول سوق القات اصحاب الباص كلهم راحوا لهنا يا شلوا الناس لما سوق القات. يعني بين سوق القات الى هنا حول المواصلات لهنا فمعبونا هالمواصلات لا عشان سوق القات معبونا المواصلات نرجو من سياده المحافظ والناس مسؤولين انهم يحولونا من لانه سببنا احنا مشاكل والله أعيان المنطقة رفعوا بمذكرة للسلطة المحلية بمدرية المقلة عبر اللجان المجتمعية ومنها إلى هرم السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة في المحافظ مبخوت بن طلبوا خلالها بإزالة السوق من منطقتهم ومن بين أحيائهم السكنية وإخراجه إلى خارج المدينة على أقل تقدير نرجو منهم أن تكرمون بكمال مهمة يبعدون إلى خارج هذه المنطقة إلى خارج المدينة يعني ما يقع داخل المدينة قريب من ما نطلب منهم يطرحونه الى مدينه قريبه يضررون ناس ثانيين، نحن بغناه الى محل ابعد خارج بعيد كما يوم كان في فوه بعيد في منطقه بعيد بعيده من الناس، حتى لو واحد بيبت بيلقي بيخزن ولا شيء شوف مشقه، مواصلات، كلفه فيها مشقه، اما تقربه لا هنا وتقول له لا تخزن ولا لا تسرق وقريب وسيله واي واحد بيعطيه عدي في بيوصل له المواطنون استبشروا بالحملات الأمنية التي أطلقت لإغلاق أسواق بيع القات داخل مدينة المكلا والتي استبشر بها مالك المحلات التجارية في تلك المناطق أيضا فهل ستستجيب السلطة لمناشدة ساكني منطقة الغويزي بإخراج سوق القات من منطقتهم أم أن ضرائب أسواق الشجر الخبيثة ستبقي السلطة في غفلتها؟